درس أمانينا وإحنا لها الهمة والإصرار والأحلام بيدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا أسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وازد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل جنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا مرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان جوزني شكرا. من نعم الله عز وجل، طبعا نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى ومتتابعة بتتابع الليل والنهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كما في آية أخرى إن الله لغفور رحيم. ومن نعم الله عز وجل نعمة الزواج، يقول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طبعا لا شك ولا ريب، الإسلام شرع الزواج لأسباب وفوائد عديدة لا تعد ولا تحصى، من بينها وعلى رأسها تكثير النسل لأمة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لأن الأمة إذا كانت كثيرة حصل لها العزة والهيبة، أما إن كانت في حالة قلة لا يحصل معها لا العزة ولا الهيبة. لذلك يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه شعيب عليه وعلى جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، هو يذكر قومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ويقول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا، بل ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الثلاثة الذين حق على الله تبارك وتعالى عنهم الناكح يريد العفاف. بل ويقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه يا معشر الشباب، ويوجه حديثه للشباب عليه الصلاة والسلام في كل مكان، وهذا نداء للشباب في واقعنا المعاصر في كل زمان ومكان، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية، أو كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. من أهم الفوائد ومن أهم فوائد الزواج التي أخبر بها ربنا تبارك وتعالى أن المرأة سكن للرجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ولكن تعالى بقى شوف واقعنا المعاصر، عيش بقى مع الزمن اللي احنا فيه، في عقبات وصعوبات كثيرة تقف حائلا أمام زواج الشباب والفتيات في هذا الزمان. على رأس هذه العقبات والصعوبات المغالاة في المهور وغيرها من العقبات، وكل شاب عاوز مواصفات معينة لفتاة معينة، والفتاة كذلك تريد مواصفات معينة في شاب معين. لذلك قليل جدا لما تلاقي في توافق بين الزوجين، مفيش تكافؤ فرص من البداية. واللي بيحصل واللي بنشوفه دلوقتي ان بعد الزواج بحوالي بضعة ايام بل بضعة شهور، يمكن من اول وحكي لي هذا الموقف، ان زوجين شاب وفتاة تزوجوا بعد الزواج بحوالي بالضبط ما كملوش اسبوع وانفصل، حدث الطلاق. يمكن لا اخفيكم سرا، وهذا امر يمكن مشهور معروف، ان الدول العربية وخاصة في بلدنا مصر من اكثر الدول التي يحدث بها حالات الطلاق على مستوى العالم، ولا حول ولا قوة. ليه؟ ما فيش تكافؤ في فرص من البداية، ما فيش حسن اختيار سواء كان من قبل الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وتنكح المرأة لأربع حسبها ولمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا كلمة الزواج لما بتذكر بتكون مقرونة بكلمة الحب، ولكن ما هو الحب الحقيقي؟ هل الحب يكون قبل الزواج أم بعد الزواج؟ وهنتكلم عن العقبات التي تقف حائلا أمام الشباب في طريق الزواج بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان جوزني شكرا، والذي أرحب فيه بأخي وحبي الغالي الداعي الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز وصاحب السمت الطيب والشاعر الفصيح اخر حبيب الاستاذ احمد الشافعي. اهلا استاذ احمد. حبيبي دكتور، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك
ولا حرمنا الله تبارك وتعالى من طالتكم البهية. ربنا يحفظك يرضى ويبارك فيك عنك يا رب، وينفع بكم يا رب. ربنا يسلمك. أستاذ أحمد، النهاردة بنتكلم عن جوزني شكرا. عاوزين نتكلم في البداية طبعا زي ما قلت يمكن وذكرت منذ قليل، دايما كلمة الزواج إذا ذكرت يتبادر إلى الأذهان على طول الحب، مقرونة بكلمة الحب. فما هو حقيقة الحب؟ هل الحب يكون قبل الزواج أم بعد الزواج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله مصطفى محمد وآله وموالاه، ثم ما بعد. والله مبدئيا الشعر كان بيقول: وليس من سبب للحب أعرفه، وليس للحب بين اثنين تفسير، لكنه النصف نحو النصف منجذب، تسوق هذا إلى هذا المقادير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هي دي القصة. الحب لا بد أن نعرف كونه حقيقة، ولازم نفرق بين ثلاث مصطلحات. رقم واحد الإعجاب، اثنين الميول، ثلاثة السكن. الشباب بيطلقوا على أي علاقة بين الرجل والمرأة أيا كان مستواها وأيا كان عمقها مصطلح الحب. أولا في الحب بيبدأ بحاجة اسمها الإعجاب. واحد مثلا في فرح أو في أي مناسبة أو في أي مكان شاف واحدة، شاف ان في تقارب فكري، شاف ان هي عجبته شكليا فاعجب بها. فالاعجاب دي اول درجه من درجات الحب. الاعجاب ده استحسان ظاهري، استحسان ظاهري عابر، خلاص شاف الاخت ديت مره بتاع مش عارف، خلص الموضوع على كده. بعد كده في حاجه اسمها الميول، دي استحسان بس مصحوب برغبه مكرره، الموضوع بدا يتردد على ذهني مره واثنين وثلاثه ان هي تعلقت بذهني. ديت المرحله الثانيه، مرحله الايه؟ الميول. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة السكن. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. يبقى دول الثلاث مستويات من مستويات الحب. لازم برضو أنا أعرف أنا في أي مرحلة من المراحل دي، وكل مرحلة لها مقتضيات. حقيقة الحب أوله خوفه من الله سبحانه وتعالى، إن الواحد لما يعجب ببنت خلاص يبدأ ياخد القناة الشرعية أو الطريقة الشرعية اللي هي توصله ليها. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. انا خايف ان انا الوث قلبي، ان انا اقيم علاقه محرمه، ان انا ابعت لها على الواتساب. وما اكثر نضع، ما اسهل الحرام النهارده، لان الحرام سهل. انت النهارده عشان تبقى راجل بجد وروح تتجوز حط لك ايه، نص مليون جنيه على الترابيزه عشان تتجوز، صح؟ فالقصه وما فيها دلوقتي كيف تكون رجلا بجد، ازاي تقدر هذه المراه بجد. فاول حاجه الحب اوله خوف من الله سبحانه وتعالى، انك تخاف وتتقي الله في تلك التي تحبها. ثاني مرحله وسطه سكن، وسطه وقت البيوت من ابوابها، خبط مش من الاكونت بتاعها ولا الفيس ولا الواتس ولا الكلام ده. وزي ما قلنا الحرام ايه؟ حرام سهل وطريقة بسيط، ولكن البطولة الحقيقية ان تكون ذا مبدأ، ان تحافظ على مبدأك. بعد كده اخره، شوف، ومن اياته وسطه، اوله ايه؟ اوله خوف، وسطه سكون. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه، اخره جنة. الحب الحقيقي بجد لا ينقطع حتى في الاخرة. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هو ده بقى الحب الحقيقي، الحب بجد. أما الحب الثاني بتاع العلاقات، بعت لي المحاضرة وتلاقي مثلا في بيت الجامعات وكلام ده، تلاقي الشاب سايب الدفعة 3000 طالب وراح لفلانة، يعني ما شاء الله دول كلهم يعني فشلة، وهي دي الدكتورة، روح لها ويقول لك مثلا ابعت لي المحاضرة الفلانية تبع كذا. لا، القصة كيف تكون، كيف تكون بطلا ذا مبدأ، كيف تكون رجلا بجد وتقدر هذه المرأة بجد. أحسنت، لفضل أبوك يا زحمة، ربنا يرضى عنك يا رب. طيب، هل العلاقات المحرمة تؤثر على الزواج فيما بعد؟ مبدئيا في دراسة في جامعة القاهرة بتقول إن الجماعة اللي هم بيحبوا بعض، اللي بيتجوزوا بعض عن حب، ولكن أصلا متزوجين بعض عن حب، أصلا أنا بيتجوزوا عشان بحبه. هو الحب بجد نابع عن واقع. الشخصية اللي قدامك ده واللي قدامك دي، الشخصية اللي موجودة قدامنا هتبدأ تتفلتر بعد الجواز، فيبدأ هنا يظهر الحب بجد. في دراسة بتقول إن في 80% من الزيجات اللي هي زي ما بيقولوا متجوزين عن حب وعن اقتناع بيطلعوا بعد الجواز. طيب أزيدك يعني من الشعر بيتا، كان في أحد الفنادق قال لك إحنا هنعمل إيه؟ قرعة للناس اللي اتجوزوا السنة اللي فاتت، وهنجيب مثلا هناخد شهر معين كده ونعمل لهم إيه؟ احتفال بعيد جوازهم. فجابوا، فالقرعة جت على 16 اسم، طلعوا 16 اسم، لو إن من ال 16 اسم 13 اسم اتطلقوا. يعني 16 زيجة، كم زيجة منهم اتطلقت؟ 13 زيجة اتطلقت.
توصلك الفكره؟ يعني تخيل بقى دولت صرفوا قد ايه لحد ما حجزوا الفندق واتجوزوا ومصاريف ايه وكلام البطوله اللي هم عاشوها ده، وفي الاخر انتهت بهم في الاخر الى الطلاق. فطبعا العلاقات ما قبل هنا بقى اللي يجي يقول لك انا بحبها وانا اصلا ايه بكلمها عشان احجزها وانا مش قصدي شريف وانا ابن ناس، لا ده يؤثر. برصوص العابد في الروايه من الروايات الحديث في روايه القصه كان يقول لك فاعيا الشيطان، عارف ان هو يصل لدرجه ان هو يعي الشيطان، يعني الراجل ده مفيش بعد كده توب عابد يصوم النهار ويقوم الليل، مش ما عندوش فرصه اصلا ان هو يتعامل مع الناس. كانت بدايته اعوي، نهايه قصته سجد لغير الله ومات على ذلك. بدايه القصه ساعه ما خبط على الباب، طب البنت اللي في رحلة دي خبط عليها مره اسالها مره، خطوات الشيطان، خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان. سبحان الله، خطوات واحده واحده، هنا خبط على الباب، ايه اللي حصل؟ فجأة انتهى بالقصة، سجد لغير قتل الله، قتل الزنا وقتل وسجد وانتهى بالأمر أن سجد لغير الله سبحانه وتعالى. فديت طبعا يؤثر، يمحق بركة الحياة الزوجية والسعادة الزوجية بجد. يعني مثال بسيط، ممكن تلاقي شاب من الشباب في الخطوبة أو قبل الخطوبة ممكن نتكلم 6 ساعات في اليوم. طبعا 6 ساعات دوت احنا ممكن احنا حررنا فيهم سين. يعني أحد الشباب بيقول له، قال لي أنا عايز اخطب كده لقدامك عروسه، فقابلته بعد فتره قال لي انا خاطب بقالي 6 شهور. قلت له ما شاء الله يا عم مبارك يا عم هاني ده. فقال لي، فقلت له زوجتك يعني خطيبتك في ايه؟ قال لي هي في الكليه. قلت له كليه ايه؟ قال لي ما اعرفش قسم. قلت له ما اعرفش. قلت له كلمه كم ساعه في اليوم؟ قال لي والله 6 ساعات، من 6 ل 7 يعني كده. قلت له يا ابني 6 ساعات دولت احنا حررنا فيهم سينا، انت بقى انت ناسي تقول لها تسالها بس سؤال، انت في كليه ايه وكلام من ده. العلاقات ديت بتؤثر، تؤثر، تمحق. اول رقم واحد ان هي بتمحق بركه الرزق وتمحق بركه الحياه الزوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ان الروح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه في معصيه الله، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته، او لا يناله الا بطاعته. القصه وما فيها، الواحد لو فهم معنى الحديث ده هيستريح والله جدا. هي مش بقوله الجواز اسمه نصيب، بس المشكله السوداء ان احنا ما بنسمعش كلمه اسمه نصيب ده الا بساعه الطلاق بس. هي الزواج اسمه نصيب، خلاص لا تعلق قلبك، لا تعلق قلبك الا بالله. انت في البدايه والنهايه عبد لله سبحانه وتعالى. في البدايه والنهايه بتتجوز، حتى وانت كنت بتتجوز عشان تعفي نفسك وعندك دافع جنسي او دافع عاطفي، ففي البدايه والنهايه انت تتزوج ليرضى الله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انت في البدايه والنهايه عبد. لو احنا تصورنا المعنى ده مش هيحصل فيه مخالفات، مش هنتكلم ولا عشان بربطها مش بربطها، لا هي رزق جاي لك غصب عنك. حتى لو يعني لو انكم فرغتم من رزقكم كما تفرون من الموت لادراككم رزقكم كما يدرككم الموت، القصه خلصانه. فهي دي بعض الاماني او زي ما بيقولوا الشماعات اللي احنا بنعلق عليها او بنبرر بيها التواصل بتاعنا. تمام. ما دام بقى يعني ممكن بعض الشباب يقول بلسان الحال، واكيد ده سؤال بيتردد في اذهان كتير من الشباب دلوقتي اللي بيشوفونا حتى، قلت طب ما خلاص ما دام بتقول ان مثلا نسبه الطلاق عاليه، وبتقول في احصائيه ودراسه قبل كده بتقول ان 16 زيجة مثلا او 13 منهم طلقوا، يعني طيب ليه اتجوز بقى؟ ايه الدافع اللي يخليني اتجه للزواج؟ هو اولا احنا نتكلم، اول حاجه ما يدفعك للزواج هي قرب لله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا ان اي حركه في حياتك انت في البدايه والنهايه عبد، ان لله، توصلك الفكره؟ انت في البدايه والنهايه ايه؟ عبد. فانت تفعل زي قرب لله رقم واحد. يعني ويكون شعارك في الزواج فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية دي لو كانت شعار الحياة الزوجية بتاعتنا والله يعني هنستريح، وفي مشاكل كتير في حياتنا هتتحل. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رقم واحد أنت ليرضى الله. تاني حاجة، معظم الشباب عشان نكون واقعيين، معادلة الحب بتساوي عاطفة زائد جنس. المرأة تعطي جسمها أو مقابل الحب، والعكس الرجل يعطي الحب مقابل الجنس. فمثلا لو قلنا مثلا نفترض ان نسبة الحب للزواج، الحب نسبة العاطفة للجنس هنقول كام؟ هنقول عند الرجل يعتبر 75% جنس، 25% عاطفة. عند المرأة العكس، 75% عاطفة 25% جنس. فاحنا رقم واحد بنتجوز بعد ده كله نحصل في ايام 10 شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرد. حكي لي حتة أحصن، حتى يعني سبحان الله صاحب الشريعة بين إنشاء ده كأنها إيه؟ شيء صعب وشيء عارم، فيضان عارم. صحيح. أنت لابد أن تحصنه. فدي أنا رقم واحد، أنا بحصن نفسي عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر الدفع الجنسي. اثنين، الدفع العاطفي.
ده في العاطفي، ان سبحان الله الاستقرار. لو احنا بنقرا الايه بتاعت سوره الروم ديت ودينا لها الحكم بتاعها كده، لتسكنوا إليها، المد لتسكنوا اليه، انت وصلت الفكره؟ السكينة. يعني تلاقي كلمه تسكنوا كده، انت وانت بتقولها كده وبتدي لها المد بتاعها تلاقي اعصابك بتستريح، انت وصلت الفكره؟ لتسكنوا اليه، يعني شوف انت اعصابك نفسها ايه بتستريح. فاحنا الموضوع الاستقرار النفسي، حتى في بعض احنا عندنا يعني بمفهوم المخالفه، اي واحد مش متزوج وصل لسن الزواج ومش متزوج هو مضطرب نفسيا، اي حد اي شاب وصل لسن الزواج ولسه متجوز يبقى ايه مضطرب نفسيا، يبقى رقم واحد ليرضى الله، اثنين عشان خاطر نحصن نفسنا من نحصن نفسنا اللي هو الدافع الجنسي، رقم ثلاثة الدافع النفسي، برضو الدافع الوالدين، انا الانسان يحب ايه واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم دافع الوالديه، الانسان سبحان الله يربي نشأ ويخرج نشأ يعبد الله تبارك وتعالى. نعم، تزوج الولود للولود بالظبط، اخر نفس السنه نسال الله العافيه. طيب عاوزين بقى نتكلم زي ما حضرتك ذكرت، ممكن يكون من الامور اللي بتاثر على الزواج فيما بعد او تكون سبب في كثره الطلاق في الزمان، كان في علاقات محرمه مثلا، الحب مثلا، او حتى كلام على الفيسبوك او موقع التواصل الاجتماعي عبر الهاتف حتى قبل الزواج، وده طبعا مش موجود في شرعنا ولم يحث عليه الشرع خالص ولا يجوز. طيب ممكن برضو يكون من البدايه ما فيش علاقات محرمه بس ما فيش حسن اختيار، سواء كان من قبل الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج. تمام. إيه هي المعايير؟ معايير اختيار الزوج للزوجة أو العكس؟ تمام. في ماليزيا تقريبا كانت نسب الطلاق علت جدا، زادت جدا. أجمل حاجة إن الدول أو الأمم تتناول الأمور بطريقة علمية. تمام. تعطي أهل العلم حقوقهم. فجابوا بقى علماء النفس والاجتماع وكده وقعدوا مع بعض وقالوا يا جماعه عايزين نحل الظاهره دي. قالوا الحل بتاعها ان الشباب المقبلين على الزواج غير مهيئين نفسيا، مش عارفين اصلا يعني ايه زواج. تمام. او عندهم تصورات زائفه عن الزواج. فايه اللي حصل؟ قال لهم احنا هنبدا نفرض على المقبلين على الزواج ان هم ياخدوا دورات كورسات في الايه في الارشاد الاسري والكلام من ده، او ازاي يتجوزوا وايه ويعرفوا ايه وياخدوا ثقافه عامه عن الموضوع الزواج، وحتى احنا مش هنوثق لهم العقد الا بوجود الشهاده اللي تدل ان هم خدوا الكورس ده. بعد فتره وجيزه جدا لقوا ان حالات الطلاق قلت بنسبه 80%. فلا بد من ضبط عالم الافكار او التهيئه، ان لا بد ان احنا فعلا بجد نكون مهيئين نفسيا قبل ومعرفيا. الواحد لو عرف هو ليه بيتجوز، دي دوافع الجواز، انا لماذا اتزوج، لو عرفت انا ليه بتجوز هعرف انا هختار مين بالظبط. يعني دي نقطه جوهريه. يعني مثلا بتجيب ناس متجوزين مثلا تسالهم انتوا ليه بتتجوزوا، اللي اتجوزتم ليه؟ يضحك كده مش لا يا رب، ازاي يعني اتجوزني؟ يعني طب انت عايش ليه؟ عايش زي ما الناس ايه اللي فيها يعني مش عارف، يعني شايف ان السؤال هو من وجهه نظر شايف ان السؤال ساذج، ايه السؤال ده؟ ايه السؤال ملوش اجابه؟ انت ليه اتجوزت؟ واحد يقول لك مثلا انا والله كان ضغط العيله كان ضغط عليا شويه، والده ووالدتي كانت ضاغطين عليا شويه. طب واحد تاني يقول لك ايه؟ انا مثلا اتجوزت وخلاص، والله اتجوزت، انا كنت بحب فلانه واتجوزت. لا، الجواز لا ليه ليه معايير عشان اقدر اختار وليه دوافع. تمام. فاحنا رقم واحد لازم ايه نهيئ نفسنا قبل ايه قبل الاختيار، انا ابقى راجل انا عارف انا بختار ايه ومستواي ايه وكلام من ده. المعايير رقم واحد الاسلام طبعا، يكون مسلما ابتداء. رقم اثنين، وده مش هنطول فيه، يعني اثنين الصلاح. ربنا سبحانه وتعالى يقول افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني البنت مثلا، البنت ضعيفه طبعها، المراه بطبعها ضعيفه، فانت في بيت واحد لو واحد ظالم او واحد فاسق او واحد مش كويس اخلاقيا، يعني هتقدري يعني أفمن كان مؤمنا كمان كان فاسقا؟ البيت المبني على الإيمان وعلى الصلاح زي البيت المبني على اللي مقطعينها ومقطعين السمك والدلة عمرها ما تيجي، صح؟ أفمن كان مؤمنا كمان كان فاسقا؟ الحسين أتى إليه رجلا فقال، أتى إليه رجل فقال يعني يأتي لابنتي خطاب كثيرون فلمن أعطيها أو لمن أخطبها؟ قال أعطيها لمن يتقي الله فيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. يعني فكرة إيه؟ الإنسان التقي، الإنسان الصالح ده اتقي الله، خلص الموضوع على كده. يخاف يرعوي، إن الواحد مثلا مسافر عارف إن زوجته وراه صالحة، تخاف ربنا سبحانه وتعالى، مش الدافع اللي بيدفعها إن هي تحافظ على نفسها والكلام ده هو دافع العيب ولا الحرام، لا، هو خايفة من ربنا سبحانه وتعالى. في مراقبة، ولا تنسوا الفضل بينكم، في مراقبة لله سبحانه وتعالى بينهم. فإيه اللي يحصل؟ ساعتها يبقى في دافع داخلي خايفه من ربنا سبحانه وتعالى، ديت لما يسافر هيطمئن على عرضه ويطمئن على ماله. طب لو واحد العكس، نسال الله العافيه، في واحد ما يعرفش يروح مشوار كده 5 دقايق خايف من زوجته، يبقى ماشي وعارف ان زوجته تمد عينها الى الخارج وهكذا. يبقى رقم واحد الصلاح، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. رقم اثنين رجاحه العقل. طيب قبل ما نتكلم عن رجاحه العقل،
عاوزين بس يعني نستر اللقاء برضو ببعض من ابيات حبنا غير زحمة الشفيع، ما فيهاش حاجه معانا ما تسمعش بصوتك الجميل وكلماتك التي تلامس قلوبنا وتدخل القلوب دون استئذان. ربنا يحفظك يا دكتور. انا ربنا يدعمك. مبدئيا عندي كنت كاتب قصيده، هو قالوا ايه؟ قالوا ان الجماعه الملتزمين دول كده بالمفهوم اللي هو بيتكلموا بيه كده، ده اسمه حب. ازاي اسمه حب؟ يعني لو حد بيسمع الحلقه دلوقتي يقول حب ايه اللي انت جاي تقول عليه دلوقتي؟ ايه الحب اللي انتوا بتتكلموا عليه ده؟ ده مش حب خالص. فانا حبيت ارد عليهم، قالوا ان هم ما بيحبوش وعندهم جفاء عاطف وكلام ده، فحبيت ارد عليهم فكتبت قصيده يعني. انا احاول انشدها يعني، قلت ايه؟ سيهوى قلبي العاتي ويخشى الله ينتظر ويرضى بالذي قسما، فيرقى الحب والأثر. فيا ليلي ويا ليلى، ومن بالعشق قد سمر. فكان الحزن ألحانا وكان الوصل فالكدر. أيحيا فؤادي مرتاحا، فكم في الوزر ينغمر. فذا لقد هام حيرانا وذا بالعشق يحتضر. ستبقى روحي طائرة ويبقى الحب ما هجر. ويكتب ربنا وصلا فيحلو القرب والقدر. ويهوى قلبي العاتي ويعشق مثله صبر. ويهوى قلبي العاتي ويعشق مثله صبر. رائع رائع، نعم الكلمات نعم الأداء ونعم الصوت. ربنا يرضى عنك زحمة، ربنا يبارك فيكم. رجاحة العقل، ما أحوجنا إلى هذا الاختيار وإلى هذا البند وهذا الشرط في هذا الزمان؟ رجاحة العقل يعني ده صلب البيت بقى. سبحان الله، رجاحة العقل، المرأة رجاحة العقل هتوفر عليك كتير. أكبر مصيبة دكتور محمود إن الواحد يكون هدفه يعني مثلا يقول لك أنا عايز أستقر نفسيا، عايز أتجوز عشان أستقر نفسيا، فبعد فترة معينة بعد الجواز يلاقي نفسه اختيار مش صح. يعرف ازاي؟ طيب، اختيار رجاحة العقل قبل الزواج. طيب تمام، اولا رجاحة العقل يعني رقم واحد ان هو يدور على الاهتمامات، الاهتمامات بتاعتها، التقدير الجامعي. التقدير الجامعي ممكن يعني مش شرط، يعني ده ممكن يعني يكون سبب. يعني لو جينا حللنا الجماعه الاوائل على مستوى الجامعه اصلا، المبدعين بيبقوا في دايما في داي ما بين 90 ل 80%، يعني المبدعين والمتميزين بيبقوا دايما ما بين 90 ل 80%، ما بيبقوش فوق ال 100%، يعني ما بيبقوش مثلا فوق ال 90 وتطلع كده، وما بين ال 90 وكام. فالتقدير الجامعي يعني ما بيبقوش شرط، ولكن بص التقدير الجامعي بتاعها، هواياتها، بتحب تسمع ايه، بتحب تقرا ايه. طب السؤال المهم جدا، بتعمل تحب تعمل ايه في وقت الفراغ مثلا؟ طب ايه اهتمامات مثلا القراءه بتاعتك؟ طب بتحب تسمع فيديوهات ايه؟ فتقول واحده مثلا بحب الافلام التركي، تعرف ان دماغ بايظه خالص، طب اصلا الافلام الهندي. طيب لا، في واحده تقول مثلا انا والله مثلا بحب مثلا اقرا في السيره، طب مثلا بحب مثلا ايه يعني اتعلم حاجه معينه. الفراغ، نسال على الفراغ، كيف يشغل الفراغ؟ دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان من ضمن رجاحه العقل ان الواحد يتناقش في قضايا شائكه، قضايا عامه او قضايا شائكه في الزواج. مثلا لو حصل كذا في البيت ممكن يدار ازاي، وبرضه نتناقش في القضايا. طبعا الشاب لسه رايح مش عارف يعني ايه رجعت العقل، ولا يعرف ازاي يقيم رجعت العقل. فهو صاحبنا ايه اللي يحصل؟ يبدا يتناقش في القضايا العامه، القضايا الشائكه ده يبدا من خلالها ايه، يبدا يدخل في خبايا النفس، تكلم حتى عرفك، المرء مخبوء تحت لسان. رجعت العقل سبحان الله توفر على الانسان حاجات كتير. ان امنا ام سلمة رضي الله عنها، يعني شوف سبحان الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبيه والصحابه يعني امتنعوا عن الذبح والحلق، ودخل اليها مكروبا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيف على قوم، سبحان الله ما عصى قوم يعني رسولهم الا هلكوا. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابه ويخاف على قوم ان يهلكوا. فتقول له والله شوف رجعت العقل بقى ازاي الزوجه تكون سند لزوجها بجد، سند وامان. يعني الراجل برضه مسكن، الراجل عايز حد كده يفكر كابيه ويحتويه كامه. رجعت العقل تفكر كأبيه وتحتويه كأم. فالفكره في ايه؟ تيجي تقول له يا رسول، طب اطلع يا رسول الله للناس كلهم كده واذبح وانحر هديك واحلق راسك، فان رايت فان فعلت فعل،
فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يطلع ويفعل هؤلاء. أمنا عائشة، أمنا خديجة رضي الله عنها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يشوفها سيدنا جبريل ورعاها صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كان يقول فخشيت على نفسي. الكلمة دي ما يقولهاش لأي حد، ما يعرفش يقولها صح، ويقولها لحد سكي يسكن ليه بجد. فإن أمنا خديجة رضي الله عنها تأخذه إلى صدرها وتقول له والله إنك لتصل رحم وتحمل الكلب وتعينه على نوائب الدهر، والله لا يغزيك الله أبدا يا رسول الله، والله لا يغزيك الله أبدا. وتقول تاخده من إيده وتروح لورق بن نوفل، تقوم به كأبي، فكرة إيه؟ تفكر كأبي وتحن عليه كأمة. سبحان الله، من أروع الأمثلة في رجاحة العقل أم سليم رضي الله عنها. تعرف لما كان طبعا طلقت، طبعا لم تتزوج ملك بن نضر في الأول عشان كافر وكده، وبعدين لما خطبها أبو طلحة وكان كافرا فقالت إنك رجل كافر، والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم يكن ذلك مهري. فكانت صاحبة أغلى مهر. القصة الجوهرية بقى في رجاحة العقل لما مات ابنه، عارف يعني أم وعاطفة الأم، أنت عارف يعني أم ابنها يموت، يعني تخيل كده الأمها بتعمل إيه، ده ابنها يموت واللي يحصل تقول للأقارب محدش يبلغ أبو سلمة، أنا اللي بلغه، أبو طلحة محدش يبلغه، أنا اللي بلغه. ثم يأتي آخر النهار ابنك زي دول ده سكن كأفضل، يعني أفضل حاجة سكن ونزل فل، وتجهز له الطعام كأطيب الطعام، وتتجهز له كما تجهز المرأة لزوجها، ثم يقع منها فيصوب منها ما يصوب الرجل. يعني تخيل بقى، شوف الاستقبال عامل ازاي، حاجة فايف ستار، يعني استقبال الأكل وتتزين له، بعدين تجيبها له ابنك مات، لا مش ما حصلش كده. هتقول له والله طب لو أن قوما أعاروا قوما عاريتهم، ثم طلبوها هل لهم يمنعوها، تقول لا، قالت إذن فاحتسب ابنك. فيغضب ايه، يغضب ان سيدنا ابو طلحه ويذهب لنبي صلى الله عليه وسلم. والقصه مشهوره يعني. شوف انا اتكلم على رجاحه العقل، يعني في واحد مثلا، واحد بيحكي لي بيقول له مراته جابته من الشغل، الحقني ايه، مش عارف منهاره وكلام ده، بعد ما جاء وجاي يعني مسروع ركب العربيه على مقفل العداد، وفي الاخر قالت له اصل كان في فار هنا. تخيل كده، يعني المره رجعت العقل توفر عليك مصاريف، هتحس بيك اصلا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا أدلكم على نسائكم من أهل الدنيا، وفي حديث ثاني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه، ما استفاد مؤمن بعد تقوى الله من زوجة خير له من زوجة صالحة. طب وصفت أربع حاجات، إذا نظر إليها، إذا أمرها أطعت، وإذا شفت، وإذا نظر إليها سرت. المعنى ده مش معنى يعني مش بعض الأذهان تنصرف للجمال، لا، إذا نظر إليها سرت. من دواعي السرور الإنسان يبقى ليه صديق أو حد مقرب منه يبص له يفهمه فيسر، يحس إن هو أصلا بي بي يعني بيفرج كرب عنه، يبدأ يحكي له ويشكي له. يعني وإذا نظر إليها سرت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها نصحته في مالها في عرضها وماله. طيب أنا في مرة يعني يقول لي أحد الشباب، وده حقيقة حصلت فعلا، على موقع تواصل مجدي على صفحتي على الفيسبوك، فشاب كان بيحكي لي، شاب ده ويمكن كان من المنطقه اللي انا اقيم بيها يعني، فكان بيحكي لي ويقسم لي ان هو تقدم في مره لخطبه فتاه، وكان يرد الشاب ده نحسبه على خير فضل بيوزع الصلاه المفروضه في اوقاتها، ونحسبه على خير على قدم الالتزام، تقدم لخطبه فتاه، المفاجاه ان الفتاه رفضت الزواج منه. ليه السبب؟ علشان مش جميل. هل يشترط؟ هل لازم يكون زوج صالح وجميل؟ احيانا بعض الفتيات لا، عاوزه زوج جميل، مش شرط يكون صالح او مش صالح. تمام، احنا لابد ان نربط الصلاح بالجمال. يعني في عندنا مرض نفسي اسمه جنون العظمه، وده بيكثر عند النساء الجميلات او الشباب اللي عندهم جمال ايه خارق. فهو بيبدا يمشي مثلا في الشارع، او هي تمشي في الشارع وتظن كان الناس كلها بيبصوا عليها او يتمنونها، فده اصلا يصاب بجنون العظمه. انا ممكن ارد، النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحوا الاكفاء وانكحوا اليه. فالجمال ده حق وشرط للإنسان، بس إمتى الكلام ده؟ لما تتوفر الشروط، رقم واحد الدين، رقم اثنين حط الجمال، بحط اللي أنت عايزه، بس يكون دين. يعني أنا أعرف ناس والله تزوج بنات وبرضو شباب اتجوزوا الجميلات، مش فاتينات جمال ما شاء الله اللهم بارك، وبكملوا سنتين ثلاثة خلص الموضوع على كده، انتهت القصة، مات الجمال. وبعدها بقى اللي كان بدور على الجمال ده وكان بقى حاطط الجمال رقم واحد، بعدها فترة يقول لك يا عم انا عايز واحدة عارفة ربنا كده وملتزمة وتتقي الله فيه. ده ما كان فيه من الاول حبيبي، انت وصلت الفكرة برضو. يبقى كده والامام احمد رضي الله عنه رتبنا ترتيب جميل، كان يقول ايه،
انت لما تيجي تطلب، لما تيجي يعني مثلا انا افترض مثلا لو فيه محسن بيتجوز محاسن دلوقتي، فمحسن دلوقتي راح يخطب محاسن فما يعرفش عنها اي حاجه، يعني الكلام بتاعنا ده كله لمين؟ للايه؟ للجماعه اللي هم يعني قطط مغمضه مش مقطعين السمك وديل. يعني في ناس مثلا بيبقوا متفقين اصلا على ايه، لون اوضه النوم واسم اول مولود وتاني مولود وال بتاع القاعه تبقى في حته، بيبقوا مخلصين كل حاجه بس فاضل ايه؟ التوقيع بتاع الايه؟ الوالدين بس. انما احنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على شخصيه ثانيه، الشخصيه اللي هي ايه؟ لسه بادئين، يعني الناس اللي هو يريد ان يكتشف زوجته. فالقصه هي رقم واحد ان هو يحاول قدر الامكان اول ما يسال، يسال عن الجمال ما يسالش عن الدين. تاني حاجه يسال عن الدين، يعني هو مثلا افترض حاط عنده معيارين مهمين، الجمال والدين، يسال عن الجمال، الدين الاول ولا الجمال؟ ولا اسال الاول عن ايه؟ عن الجمال، فان راقت لك خطبتها وان لم ترق خلاص. يبقى رقم واحد هي جميله؟ ايوه جميله. طب دينه؟ ايوه دينه، خلاص توكلنا على الله. طيب السيناريو الثاني، يا جميله؟ ايوه جميله. طب دينه؟ لا خلاص مش هاخد. طب لو خيروا، ده سؤال وجه ليا برضو شيخ احمد، برضو كان من فتره من احد الاخوه الشباب برضو كنت في مستشفى معين، فاخ كان كلمني فيها شاب بيقول هو تقدم، كان في فتاتين قدامه، فبيقول الاثنين على قد ممكن من جمال وتدين بس واحد منهم اقل جمالا، فيختار انهي ذات؟ لو على قدر درجه الجمال يختار طبعا الافضل. لا لا، على نفس درجه التدين. نعم. في عندنا مبدا اسمه الكفاءه الكليه، وفي حاجه اسمها الكفاءه النسبيه. الكفاءة النسبية يعني مثلا الجمال، مثلا نفترض مثلا ان محسن ده هو جماله 50% 60% بالنسبة للجمال المصري، تمام؟ خلاص ياخد واحدة بالنسبة للبنات جمالها 60% وهكذا. فكرة الكفاءة النسبية ده، وفي حاجة اسمها الكفاءة الكلية، يعني يشوف المعايير الباقية. يعني ادوات، يعني دلوقتي مثلا بقول اثنين نفس درجة الالتزام والدين، بس واحده جميله، ويعني دور على المعايير الثانيه، فتح بص للصوره كليتها، توصلك الفكره؟ دور على النسب، شوف انت بتنسب مين، تخيلوا ان متوافقكم في ان العرق دساس، توصلك الفكره؟ فانت حاول تبص للصوره ككل. طيب لو تساوى الموضوع، يعني احنا بقى لو في النقطتين دول بس، لو تساوى طبعا الجمال، لو تساوى الدين والجمال ايه، لا يتجوز الاجمل فيهم، ياخد الافضل فيهم والاجمل فيهم. ازاي بقى نعمل رؤيه شرعيه ناجحه على وجه السرعه؟ عشان اشكر الوقت حضرتك. تمام. الرؤيه الشرعيه الناجحه، هو اولا مبدئيا طبعا الرؤيه الشرعيه دي بتاعت مين؟ الجماعه قلنا اللي لسه ايه؟ بيكتشفوا، مش اللي هم متفقين خلاص على اوضه النوم والكلام ده والحاجات دي. طيب رقم واحد طبعا انت هتبدا تسال السؤال بعد السؤال الاستخاره. تسال الاول، تجمع داتا، تخش لو في الاكونت بتاع الفيس بتاعها مثلا موجود، تبدا تخش تشوف بقى ايه، تكتشف العقليه باهتماماتها ايه، بتنشر ايه، طب مثلا بتقرا ايه، انت وصلت الفكره؟ بس ياخد باله بالزرار اللايك بس عشان ما يفضحناش، بس ده اهم حاجه. بعد كده وخلاص سال، بدا يجمع معلومات قدر الامكان، استخار، يبدا بقى طبعا يجهز الحته الزفره بتاعته زي ما بيقولوا، يعني بس ما افورش في اللبس، يعني الافور في اللبس ده غلط، اللبس عادي بسيط جدا، خليه يعني ينوم على وش سواك، تمام؟ وبعدين طبعا يجيب علبه الجاتوه ب 200 جنيه وتروح. يعني انا في وجهه نظري وبقولها دايما كده، خليك في وقت اكل، تروح في وقت اكل، تمام؟ مهم جامد الحته دي، عشان في ناس بتبقى عامله زي ايه؟ زي القطه مش عارف مبلوله. لا خليك انفش ريشه كده، وايه، خليك واثق من نفسك كده، تمام؟ لانك انت الوقت بتختار القرار ده مبني عليه سعاده او شقاء، اربع من السعاده واربع من الشقاوه، مبني عليه سعاده او شقاوه 25 سنه. نعم. عمر امتي ما بين الايه؟ ال 50 و 60، مثلا نفترض 50 سنه مثلا، معاك 25 سنه، بيتجوز على 25 بقى لك 25، فقرار مربوط بوقت. حسنت. يبقى انت حضرتك تروح في وقت اكل. طب احنا يا جماعه نجيب اكل؟ ايوه يا جماعه هاتوا اكل، ما تحرجش، انفش ريشك، هاتوا اكل. هنا شوف الاكل، طعم الاكل، ظروفه ايه، ترتيب الاكل، مش مشكله مش بجودته ولا ايه، هو ايه، ركز على نظافه البيت، ركز طبعا اكلت زفرت ايدك، اكيد هتخش الحمام تشوف تنظيف الحمام، البيت مهما كان المستوى بتاعه ما يفرقش، ولكن فكره ايه، رجاحه العقل هنا بتظهر بقى في النظافه، في ترتيب البيت، ترتيب الاكل، تمام؟ ده خلاص حضرتك دلوقتي رحت قعدت كده وكلنا وجبنا الجاتوه، هما خدوا الجاتوه طبعا، ياخد بالك كل هو بيتحرك مثلا ياكل، لا انت حضرتك جايب علبه جاتوه ب 200 جنيه، فانت كل يعني ايه، كل واشبع يعني. بعد كده خلصنا دلوقتي الشق الاهم بقى، دخلنا بقى ايه الجماعه فضوا المكان وبقينا قاعدين فيس تو فيس كده. رقم اللي فيه مشكله بقى، ان في ناس كتير محضره الاسئله كلها وكانه رايح يذاكر. لا غلط، ده رقم واحد. انا عندي عشان الرؤيه الشرعيه يعني لا تتم الا لما تقول بس، يعني ممكن تروح مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة لحد ما تقتنع. رقم واحد، القعده الاولى اسالها سؤال في التخصص بتاعها، سؤال هي ممكن تتكلم معاه، احنا عايزين نتكلم عشان ايه؟ نتكلم نبدا نعرف مستوى التفكير عامل ازاي. طبعا في تصنع مما لا شك فيه، كل الاثنين متصنع، هو متصنع وهي متصنعه، بس عايزين نفك الدنيا، هو يتكلم وانا ايه، ونبدا ناخد ايه، وناخد وندي مع بعض. بعد كده القعده الثانيه نبدا نتكلم فيها، لا يعني القعده الثانيه خلاص، القعده الاولى الهدف منها تقدير القبول الشكلي، هي كويسه جمالين ولا لا، بس القعده الثانيه
انت بتتكلم فيها عن المميزات وكده والايجابيات بس وخلاص. القعده الثالثه هيبقى المراد فيها تحديد الايه اللي نتكلم فيها، اللي بيسموها ايه، صراحه، كل واحد فينا يكشف ايه العيوب بتاعته ونبدا نعالجها، ويبقى متفقين في القعده الثانيه ان هم يبقوا عاملين توصيه كده ان هم كاتبين سلبياته، وكل واحد يكتب سلبياته للثاني عشان نعرف، وبعدين بحيث ان القعده الرابعه بقى والاخيره نتناقش في السلبيات دي، هل ينفع نقبلها ولا لا نقبلها، وتبقى رؤيه شرعيه مباركه ان شاء الله. جميل، رائع رائع يا زحمة، رائع، لا فضة فوق، نفع الله بكم بيد الأبد. كان نفسنا نكمل إن شاء الله، يتكرر اللقاء خير عما إن شاء الله قريب بإذن من الله. مشيئة الله تبارك وتعالى. ولعلمك في نهاية هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان جوزني شكرا، أتقدم بخادم الشكر لأخي وحبي الغالي الذي أمتعنا بصوته وأسلوبه وسمته، أستاذ أحمد الشافعي، شرفتنا ربنا يعزك دكتور ونورتنا، ربنا محمود، يرضى ربنا يبارك عنك فيك يا رب، وينفع بكم بيد والعباد. ربنا يجوزك يا والشكر رب إن شاء اللهم الله. آمين يا رب. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحلة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرسم أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار.